في دراسة أجريت في التسعينيات، تذكر المشاركون لحظات ضياعهم في مركز التسوق عندما كانوا أطفالاً. البعض سرد هذه الذكريات بتفاصيل حية، حتى أن أحدهم استطاع تذكر القميص الذي كان يرتديه العجوز الذي أنقذهم. في الواقع لم يتعرض أي منهم للضياع في مركز تسوق طيلة حياته. إذن ما الأمر؟ لقد أنتجوا هذه الذكريات المزيفة عندما أقنعهم علماء النفس الذين أجروا الدراسة بمساعدة والديهم أنهم ضاعوا، وعلى الرغم من أنهم قد لا يتذكرون الحادث، فلم يكن شخصاً أو شخصين الذين سردوا لحظات ضياعهم، بل ربع المشاركين. قد تبدو هذه النتائج لا تصدق، لكنها في الواقع تعكس تجربة شائعة تجعلنا نخلق ذكريات زائفة من وحي خيالنا. ذاكرتنا أحياناً لا يمكن الاعتماد عليها، فقد أظهرت الأبحاث بعضاً من حالات ابتعاد ذاكرتنا عن الواقع الفعلي. أظهرت دراسة مركز التسوق كيف نستطيع دمج المعلومات من مصدر خارجي مثل الآخرين أو الأخبار في ذكرياتنا الشخصية دون أن ندرك ذلك. هذا النوع من الإيحاء ما هو إلا واحداً من المؤثرات العديدة التي يمكن أن تتحكم في ذاكرة الإنسان. دراسة أخرى أجريت حيث عرض الباحثون باختصار مجموعة عشوائية من الصور لمجموعة من المشاركين تشمل صورا لحرم جامعي لم يزره أحدهم قط. بعد عرض الصور بثلاثة أسابيع قال معظم المشاركين بأنهم ربما أو حتما زاروا تلك الجامعة في الماضي، وكان هذا بسبب أن المشاركون نسبوا بالخطأ معلومات من سياق معين، وهو الصورة التي شاهدوها إلى سياق آخر بتفاصيل مشابهة جعلتهم يعتقدون أنهم بالفعل ذهبوا لتلك الجامعة. في دراسة أخرى مسلطة الضوء على نوع آخر من التأثير على الذاكرة، سأل العلماء أكثر من 2000 شخص عن رأيهم حول تقنين الماريجوانا في عام 1973 وعام 1982، فأجاب المشاركون على الأسئلة ليتبين أن أولئك الذين دعموا القانون في عام 1973 لكنهم ذكروا أنهم كانوا ضده في عام 1982. من المرجح أن يتذكروا أنهم كانوا في الواقع ضد التقنين في عام 1973، مما جعل وجهة نظرهم القديمة تتماشى مع آرائهم الحالية. لذا يستنتج أنه يمكن لآرائنا الحالية ومشاعرنا أن تؤثر على ذكرياتنا. أيضاً في دراسة أخرى قدم الباحثون لمجموعتين من المشاركين معلومات أساسية عن حرب تاريخية، وطلبوا منهم تقييم احتمالية فوز كل طرف. كل مجموعة أجابت بنفس المعلومات عدا أنهم قالوا لأحد المجموعات من الذي فاز بالفعل. مجموعة من المجموعتين لم تعرف النتيجة الحقيقية، كيف ذلك؟ بالرغم من أنه نظرياً وحسب إجاباتهم يجب أن تكون إجابة المجموعتين متشابهة. كل هذه الأخطاء في الذاكرة يمكن أن يكون لها تأثيرات على العالم الحقيقي. إذا استخدمت استجوابات الشرطة أسئلة إرشادية مع شهود عيان أو مشتبه بهم، فقد ينجح بالإيحاء للشهود بتحديد غير صحيح لهوية متهم ما أو اعترافات زائفة بغير قصد. إنه حقا أمر مخيف. أيضا يمكن أن يؤدي الإسناد الخاطئ إلى شهادات غير دقيقة في قاعة المحكمة. للأسف اتضح أن ذكرياتنا ليست بالدقة التامة للواقع الذي نعيشه، بل هي مزيج بينه وبين تصوراتنا الذاتية. المشكلة الأكبر أننا قد نعامل تلك الذكريات الزائفة على أنها حقائق، وهذا حقا أمر خطير. لذا لا تصدق عقلك إن قال لك بأنك شاهدت هذا الفيديو من قبل.